اللي يعملوا في ستريس من غير هما ما يشعروا راه ماهمش هما قاصدين على حس الهنيه يعني. كنت تفكر قلت ساعات افراط من الاهتمام بالصغير اللي قاعد يعدي هو يعمل ستريس. انت تصبر شويه هو قاعد يقرا انت هاك لوك ستي لباس وهو واحد ولد اخته واحد منهم من الجروب هذاك مولاه فرغ لهم نتاج باش يقراو في خسارته هو معناها خاطر كليونات فرغ نتاج هي اللوطه والفوق مقابله باش يجي خط قد قال لهم اطلعوا انتم الفوق باش يكون اقل حس رغم اللي هو رجل ما يعرفش يقرا ومعناه مش قاري معناه قاري شويه اي اما باللوجيك يقول لك شوف في وسط بدل الاخر نقول ارشم ولا نقول شكبه ولا نقول عقم يعرق على القهوه طلعها من الفوق واستغلوها حق وقتها واحد جاب واحد يقول شيء ولا جروب مهم يحضروا غاديك خاطر لوكالم هو لوكالم على الميموار معناها احنا نتذكروا اكثر معناها دراسات كما يقول سامي اثبتوا اللي احنا نتذكروا اكثر معناها نعملوا ميموريزاسيون اكثر كي نبداو اون سيتواسيون دو كالم مش كي نبداو هايجين معناها كي تلقاه هايج هكا ولا حتى موتيفي برشا هذيك ما يتذكرش ما يكبتيش كيما تبدا كالم وقاعد معناها حتى اون جروب راهو ما يسالش هو بالعكس الريفيجن اون جروب به على الاخر خاطر مش كيما مخ واحد كيما في برشا مخاخ وينجموا يلقاو معناها طرق مبدعه باش يرجعوا بهم ينجموا يعملوا مسرحيات دي جو دغول مثلا في التاريخ ولا معناها ينجموا يبدعوا بالكدي بالكدي ويراجعوا بالكدي اما الكلام وصحاب البهين زاده خاطر ساعات جروب ماهمش باش يراجعوا مع بعضهم باش يوليوا يضروا بعضهم معناها اي يفك علينا ومش لازم وخلي غدوه وخلي بعد غدوه دونك نقراو اون جروب مي اون كلام معناها تنجم تعمل الجو اللي تحب عليه في القهوة انت شنو تحب مثلا ويفي ولا قهوة ولا حاجة ذيك تنجم تلقاه في الدار مثلا ولا في إسباس بريفي معناها هنا نخليو لهم الشواء أما زادة كيف كيف ننصحوهم اللي راهو تحب انت تريفز وتحب تشد الشيء في مخك راهو في الكالم ماهوش في ستريس وماهوش في ماهوش في الجور ماهوش في الحس باهي دونك هذايا البلانينغ قلنا الاختيار نتاع الاسباس لو ليو وكل شيء وين باش يقرا نخليو له الحريه نتاعو والراحه نتاعو زاد النفسانيه ما نضغطش عليه لونكوراجمون معناها نشجعوا على الاخر على الاخر نشجعوا حتى راهو مش بالكلام احنا ديما كل شيء نراوه حديث ماهوش حديث تشجعوا انت بالوقفه نتاعك معناها هاني هوني بحذيك هاني جو سوي لا اذا كان حاجتك بيا لهنا مانيش باش نمرجك ومام طا مانيش كيما قلنا باش كل دقيقه نجيب لك كيستي كعبة مر وما نعرفش شنيا وهيا اقرا خاطر نبداو احنا في السيناريو هذيك نعاملوا معامله عاديه مي شنو نعرف اللي هو قاعد يحضر في باك معناها لو باك هو سي تام بروجي والباك نتاعو بقدره ربي في جيبه معناها كيفاش باش البروجي هذاك انا باش ننجحوا كبارون ننجحوا بالباك البوستور نتاعي نتاع انا صحيت احاطه بام ذكيه بيا من بعيد من غير ما نشلق معناها معناها دوغري انت خاطر فما عباد زاد يحبوك اللي ديما تسال عليه انا اي هو يعرف صغير قال له سامي اللي قلت لك قال سامي قال جيب له انا ماذا بيا ما يخلي ما تنسى ماذا بيكون نص ساعه كيف فما نخرج لها انا فينك بالحق هو طبيعي اذا كان طلب تعطيني اي بالزايد هذاك انا شخصيا كنت نحبك هيك هو به روحي امبورتون فهمت وكانت مثلا ساعه ساعه تحل الباب تطلع عليا تقول لي فين وصلت نقول لها كيما نقولوا هاني عملت كذا تقول لي هيك في الحكايه اقعد اغزر له اسمعوا شنو يحب
ومشي في الصنص اللي هو حاجته به معناها لن زيد ولن وكل ريكونيسانس به يا راه بالحق معناها كي باش تعطيه انت ريكونيسانس اللي انت معناها تقرا بالكدا اللي انت عندك دي بوين فور اللي انت حتى باش ما نعرفش انا كان باش يعطيه حاجه من بعد حتى فما عباد يعطيه حاجات ايماتيريال فما حتى حاجات ماتيريال بعد الباك ما فيها بيس اذا كان باش تشجعوا بها مانيش باش نعملوها احنا سيستيم تاع ديما مي بوغ ان باك اوكي نشجعوا بريكومبونس نشجعوا بحاجه معناها باش يقعد هو عنده البروجي في مخه ومتشجع عليه ونافح عليه خاطر عبد ستار باش نقول حاجه راهو احنا اليوم التلامذه نتاعنا هذول اللي خذيت برشا وقتنا حاجه مهمه التلامذه نتاعنا اليوم احنا بالديسكور اللي يسمعوا فيه في الشارع واللي القرايه ما عادش توصل واللي حكايه فارغه واللي خذوا الباك شو عملوا درجه راهو احنا اون لي زادي موتيفي راهو معناها محبطين دونك نرجع له انا الفالور نتاع القرايه راهو جوستوم انا سؤال في الحكايه هذه خاطر صارت لي وما عادش توا معناها باهي ولا لا انا كنت باهي نفكر عملت الباك النهار الاولاني روحت ولا النهار الثاني قلت اسمع نقول لك عندك باك والباك حاجه مهمه خذيتها مرحبا ما خذيتهاش مش مشكله كبيره اما نعطيني باش تاخذ باك خاطر اللي يقرا معاك مش خير منك معناها شجعتك اي 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 خذيتها مرحبا ما خذيتهاش مش باش نموت كانت تقول لي مش باش تشوف الدنيا سي تا ميساج بوزيتيف هذايا بيان سور سي تري بوزيتيف سي تا ميساج بوزيتيف هو طبيعة التعامل تقريبا لازمها تكون هكا لأنه فما دي بارون باغ اكزومبل اللي لو كان ما تنجحش لا تقول لي كرهب ولا تقول لي بحر ولا تقول لي سيف ولا تقول لي انترنت ولا تقول لي كذا كذا هذايا ديجا أنت وصلت حالة من الإحباط قبل ما تنجح هذيك نيجاتيف على الأخر أي بيان سور فوالا ميرسي بوكو من جاية دونك شاك فوا باش يظل مرة فما دي ميساج أي تو نعملوا فيها سيري كاملة على خاطر اكزاكتومون من هنا للباك خاطر الى غو بوزوان سواء التلامذه بيتهم سواء الاوبيا وحتى ما نعرفش اذا كان حاجه للاساتذه في الفتره هذه كيفاش ينجموا حويجه خاطر الاستاذ ساعات يحبك ولده خاطر انت هو كي باش تنجح انت هو معناها هو الى غيوسي زاد انا في القانون تاع المدرسه السابقه لقيت ان لي ريبيتيتور ما كان عندك الاساتذه في وعندك ريبيتيتور اللي هو يراجع لك معنى خاطر وقتها فما جور البدار كيما تقولكش لو ريبيتيتور اذا كان ولاده في كما نقولوا في القانون هما كانوا 15 يعديوا الباك مثلا اذا كانوا ولادهم في 15 ثلاثه دوبلو طردوهم فوالا اللي طلع اي اي لازمهم ان سوبور زاد هما لازمهم ان سوبور احنا في كل مره صحيح. في كل مره معناها باش نخصوا قلنا سيرتو بالنسبه للتلامذة ولا حتى للطلبه زاد اللي قاعدين يعديوا في الامتحانات كملوا معاكم على الموسيقى ان شاء الله يا ربي سنه دراسيه يسلموا عليك يا اسطوره في الفيسبوك اي سيدي كملوا مع الموسيقى قدموا معنا حتى للعشر